كنا قد أوشكنا على تسيير دوريات على النيل، إنه شريان الفسطاط الوحيد نحو مصر، لكن التمويل شح، وكذلك يلزمنا تمويل للجند والمعدات. لقد صار منها ما هو قديم، وتحطمت الدروع وصدئت السيوف، وكل هذا بحاجة لتمويل. تحضر المطلب ثم نتحدث. أخشى أن هذا يتطلب منا وقتا طويلا. سري، لقد كلف الأمير بأمر خليفة المسلمين بحفظ الأمن في الفسطاط نائبا عن أبيه، وهذا والله من الأولويات. وعندما يأتي مولانا الوالي العباس بن موسى سينظر بشأن التمويل ودورياتك. كما ترى يا سيدي، أستأذنك في الانصراف مولاي الأمير. رعاك الله يا سري، سيف من سيوف الخلافة أنت، فكن سيفا بتارا. أستأذنك. سيدي، الدروع التي طلبت جمعها بالأمس يا سيدي. هنا تقدير بالسيوف التي انتهت صلاحيتها وبحاجة إلى إحلالها. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.